يكمل ابن العبري قال في صفحة 251 في سنة 35 و 635 هجري، وفيها غزت تتار العراق ووصلوا إلى تخوم بغداد إلى موضع يسمى زنقاباد وإلى سر مراء أي إلى سامراء، فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين إقبال الشرابي في عساكرهما فلقوا المغول وهزموهم. لاحظ في سنة 635 أيضا كانت معركة بين جيش الخليفة في بغداد وبين التتار، فانتصر جيش الخليفة في بغداد على التتار. إذن يعلمون هذا وأيضا بقيادة الدويدار وبقيادة الشرابي، إذن يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون بالتتار وخطر التتار وغزو التتار وتحرك التتار نحو بغداد. فماذا يقول ابن تيمية وما معنى وما هو السبب وما هو التفسير لخرافات وأكاذيب ابن تيمية؟ لاحظ إذن الخطر على بغداد يعلمون به ويتيقنون الخطر على بغداد، وحصلت معارك مع المغول الذين جاءوا لغزو بغداد قبل سقوط بغداد بعشرات السنين. فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين إقبال الشرابي في عساكرهما فلقوا المغول وهزموهم وخافوا من عودهم فنصبوا المنجنيقات على سور بغداد من سنة 635، يخافون المغول وخطر المغول وغزو المغول فنصبوا المنجنيقات على سور بغداد. فماذا تغير في سنة 656 حتى يرمي ابن تيمية المارق المدلس كل الأمور والتبعات على ابن العلقمي بأفحش الكذب والافتراء والتدليس؟ وفي آخر هذه السنة في سنة 635 هجري عاد التتار إلى بلد بغداد ووصلوا إلى خانقين، فلقيهم جيوش بغداد فانكسروا وعادوا منهزمين إلى بغداد بعد أن قتل منهم خلق كثير. هذه أيضا اعتداء آخر على بغداد وانكسار لجيش بغداد وأيضا بقيادة الشرابي والدويدار. وغنم المغول غنيمة عظيمة وعادوا. تعليق: الدويدار والشرابي بأنفسهما وتحت قيادتهما حصلت مواجهتان عسكريتان مع المغول على تخوم وحدود بغداد. المعركة الأولى حصلت عند سامراء وقد انتصر فيها جيش بغداد، وبعد أشهر وقعت المعركة الثانية في خانقين وقد انكسر فيها جيش بغداد فعادوا منهزمين إلى بغداد. إضافة لذلك فقد نقلنا لكم من عدة مصادر أن المغول تحركوا لغزو بغداد في زمن خلافة المستعصم نفسه في سنة 643 هجري، فكيف يدعي منهج ابن تيمية أن هؤلاء القادة يجهلون قوة وخطر المغول ويجهلون طمعهم ببغداد، أو أنهم قادة سفهاء أغبياء جهال يعلمون بخطر المغول وطمعهم ببغداد وخلافتها لكنهم لم يستعدوا للمواجهة لها، بل سرحوا العساكر ففقدت بغداد القوة العسكرية للمواجهة؟ هذا التعليق ألف باء. ولا أدري أين كان الخليفة المستعصم من غزو المغول لبغداد ووقوع معارك عسكرية معهم ونصب المنجنيقات على سور بغداد في زمن الخليفة ووالده وقبل استلامه الخلافة بخمس سنين، فهل يقول ابن تيمية أن الخليفة السلفي المستعصم كان في سكر وتحت تأثير المخدرات طوال تلك السنين وما بعدها فلم يشعر بما حصل أو أنه كان يعلم بكل شيء لكنه بمستوى الحضيض من السفاهة والغباء والجهل بحيث سرح جيشه فلم يقم بأي استعدادات لمواجهة الغزو المغولي المداهم لبغداد وباقي بلدان الإسلام؟